هذه أحكام مختصرة بأدلتها الشرعية عن الصلاة. سابعاً، لا يجوز لأي أحد أن يخرج الصلاة عن وقتها لأي عذر من الأعذار. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. فلا يتعذر أحد فيقول: ليس عندي ماء، أو أنني لا أستطيع أن أتوجه إلى القبلة، أو أنني نجاسة، أو كذا. صل على حسب وسعك وطاقتك، ما تستطيعه من واجبات ومن شروط تأتي بها، ما عجزت عن ذلك فلا تلزمك. لكن كون الإنسان خصوصا بعض المرضى يؤتى إليه ويقول: والله لي مثلا 3 أيام أو لي يومان أو ما شابه ذلك ما صليت، بسبب والله أن السرير ليس على جهة القبلة، أو لا أستطيع أن أتوضأ، أو لا أستطيع أن أتوضأ ولا أستطيع أيضا أن أتيمم، نقول: هذا خطأ، هذا خطأ. صل الصلاة قبل أن يخرج وقتها، ولا تنظر لأي عذر. ما استطعت من واجبات تأتي بها، ما لم تستطع تسقط عنك لعجزك، وتصلي على حسب حالك.